أهلا بكم إلى نشرة السادسة. وصل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع في مستهل زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. استبق السوداني زيارته الثانية لأوروبا بمقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، أكد فيه أن الأمن والاقتصاد سيأخذان النصيب الأكبر خلال المباحثات التي سيجريها مع الرئيس ماكرون وكبار المسؤولين، فضلا عن تأكيد أن باب العراق مفتوح أمام الشركات الفرنسية العملاقة. إذن إلى باريس يحط السوداني رحاله وفد رفيع المستوى يؤكد جدية خطى الحكومة في تأسيس تعاون متوازن مع دول العالم. أوروبا يزورها رئيس الوزراء للمرة الثانية على ها تكون محطة أولى بانتظار محطة واشنطن الأبعد والأعقد. بعد برلين، باريس مقصد السوداني هذه المرة. زيارة رئيس الوزراء على رأس وفد رفيع تأتي من قناعة حكومته برؤيتها لتطوير علاقات العراق الأقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن والابتعاد عن سياسة المحاور واعتماد سياسة الشراكة مع دول العالم وفرنسا واحدة منها. يحدون بالمضي نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلف المجالات. لا تقتصر الزيارة على الجانب السياسي، فالتوجه نحو باريس يكتسي أبعادا شتى. فأمنيا يرغب العراق بترسيخ التعاون العسكري مع أوروبا من خلال استثمار القوات الاستشارية الأجنبية في تدريب وتجهيز القوات العراقية ورسم طريق التعاون المستقبلي مع التحالف الدولي، وذلك مما يصب في تصحيح مسار العلاقات الدولية العراقية بناء على الأسس الصحيحة للشراكة المستدامة. يحاول السيد السوداني أن يعطي رسالة إلى فرنسا، يعني إلى الاتحاد الأوروبي، يعني إلى التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة، بأن حكومة السيد السوداني هي ليس تكون شرقية دون غربية، وإنما يحاول إعطاء رسائل لكل دول العالم بأنه يمسك العصا من الوسط. الجانب الاقتصادي هو الأكثر أهمية في رحلة باريس. استثمار خبرة الشركات الفرنسية في تطوير البنية التحتية العراقية وفتح بغداد أبوابها أمام الشركات النفطية العملاقة مثل توتال إنرجيز في استثمار الغاز العراقي المصاحب لاستخراج النفط وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شروع في إنشاء قطار بغداد المعلق والمتوقف منذ سنوات، مع الالتفات إلى تطوير الجوانب التعليمية والصحية في العراق. لا يخفى على أحد حاجة أوروبا للغاز، خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي الغاز المصاحب لاستخراج النفط من العراق والذي كان يهدر ربما يكون هو أيضا منفعة لهذه الدول ومنفعة للعراق، إذا ما عرفنا بأن كبار الشركات ستأتي لاستخراج الغاز واستثماره. وحتى الآن فإن الطائرة السوداني لم تقده إلى واشنطن، فمحطاته الأوروبية قد تعد تمهيدا لرحلة أخرى إلى البيت الأبيض، المحطة العالمية الأهم، إذ لا يبدو السوداني راغبا بحمل ملفاته المثقلة بالمشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية قبل توافر الشركاء والبدلاء والحلول. من بغداد، علي أسد، UTV. إلى ذلك، أفادت وكالة رويترز أن قطر تجري محادثات للانضمام إلى مشروعات الطاقة التابعة لشركة توتال إنرجيا الفرنسية في العراق. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر أن قطر تسعى للمشاركة في حصة من مشروعات الطاقة التابعة لشركة توتال الفرنسية والبالغة قيمتها 27 مليار دولار في العراق، في وقت تأمل فيه الحكومة العراقية وقف مساعي شركات الطاقة الغربية للخروج من البلاد. وستعمل توتال على إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي لإمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة. للمزيد حول الزيارة السوداني إلى باريس ينضم إلينا من عمان رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل. أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني بداية قراءة سريعة لزيارة السوداني إلى باريس، الهدف مبدئيا هو
تطوير العلاقات العراقية مع الدول الإقليمية والدولية. نعم، شكرا جزيلا. أعتقد هذه الزيارة مهمة جدا لأنها باتجاه تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية، السياسية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية مع فرنسا. فرنسا لها دور وعلاقات واسعة النطاق في العراق تاريخيا، يعني حتى منذ العهد الملكي، ولديها اهتمامات كبرى. تطورت هذه العلاقات بعد أول زيارة لفرنسا للرئيس عبد الرحمن عارف في عام 68، وكانت عقد صفقة الميراج، وعلاقات تعاون اقتصادي وسياسي استمرت مع مختلف الشركات الفرنسية، خصوصا شركة ألف إيكيتان في حينها، واليوم توتال إيكيتان، إضافة للشركات العملاق في مجال الطاقة، في مجال الزراعة أيضا ساهمت فرنسا، وفي مجال القاعدة الصناعية المهمة في العراق إضافة للقوات الجوية والبرنامج النووي. نعم. اليوم فرنسا ممكن تلعب دور أيضا في عودة البرنامج النووي السلمي من أجل توفير طاقة كهربائية نظيفة، وهناك مباحثات حول هذا الموضوع، إضافة للمترو المعلق، إضافة إلى مسألة مهمة جدا هي الذهاب إلى فعلا إعادة بناء القاعدة الصناعية للعراق اللي تتضمن أكثر من 50,000 مصنع معطلة من 2003 لليوم. إذا فرنسا ممكن تساهم بإعادة البتروكيماويات، الحديد والصلب، الفوسفات، الكبريت وغيرها من الصناعات المهمة. العراق يمتلك ثروات تقدر ب 22 أو 20 تريليون دولار، كل هذا حقل ومجال جدا مهم للاستثمارات بالنسبة للشركات العملاقة الفرنسية والأوروبية، دكتور، إضافة للاستثمارات الوطنية. نعم، هذا الانفتاح على الغرب وعلى فرنسا بالتحديد، يعني بترسيخ التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري، سيقدر له النجاح والاستمرار في ظل وجود صراعات إقليمية ودولية؟ طبيعي جدا. اليوم فرنسا، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات واسعة النطاق مع المملكة العربية السعودية، دول الخليج، شمال أفريقيا، أيضا هناك علاقات وثيقة لأوروبا وأمريكا لشكل قلب العالم الصناعي، إضافة لليابان وأستراليا، وعلاقاتها مع الصين ومختلف الدول، الهند، ماليزيا وغيرها من الدول اليوم تشكل عملاق اقتصادي في العلاقات الاقتصادية الدولية. إذا يعني أي بلد في العالم اليوم إذا يذهب باتجاه بناء قاعدة صناعية وتطور زراعي وتطور أمني، لابد أن يذهب إلى قلب الصناعة في العالم، قلب التكنولوجيا في العالم اللي هي أوروبا، فرنسا وألمانيا خصوصا، إضافة لبريطانيا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية. لا ننسى أيضا أن عندما نذهب إلى الصين فهناك أصول أوروبية في الصناعات الصينية وأصول أمريكية، فعندما اليوم عبر هذه العولمة الاقتصادية الصناعية الزراعية المالية الثقافية العسكرية عبر العولمة اليوم، إذا على العراق إذا يريد أن يذهب إلى تطور وتقدم في مختلف المجالات أن يذهب إلى قلب العولمة الاقتصادية والصناعية والزراعية في العالم والتكنولوجية طبعا. طيب، في بداية حديثك دكتور تحدثت عن ما تطمح إليه فرنسا في العراق، أسأل الآن ماذا تطمح بغداد عن طريق علاقاتها وتقوية العلاقة مع فرنسا؟ نعم، بغداد بالنسبة لها اليوم هناك مشكلات كبرى بالنسبة للفساد المالي، تبييض الأموال، مسألة البنوك، مسألة الرقابة. بغداد يهمها اليوم فعلا مثل ما موجود بالبرنامج الحكومي إعادة بناء القاعدة الصناعية والزراعية للعراق، هذا التحدي الكبير، إضافة إلى إعادة بناء قاعدة الخدمات في الاقتصاد العراقي اللي أصبحت مشوهة ومدمرة، إضافة للمشاريع الأخرى تتعلق بالنقل، بالاتصالات، بالمواصلات وغيرها من المشاريع المختلفة. نتذكر أن فرنسا هي التي بنت مطار بغداد، هي التي بنت طريق بغداد عمان إلى آخره، هناك مشاريع عملاق ساهمت بها فرنسا. اليوم ممكن فرنسا أيضا تسهم بجانب ألمانيا، بجانب إيطاليا، بجانب بريطانيا، أمريكا، بمشاريع أيضا استراتيجية. عندما نتحدث عن الغاز، الغاز سنويا يحرق اليوم العراق أكثر من 2.5 مليار دولار هباء
إذا استطعنا أن نعيد أو ننتج هذا الغاز بدون أن يحترق، إذا نستفيد منه بإنتاج الغاز، وبنفس الوقت أيضا وفرنا مليارين ونصف مليار دولار سنويا. إذا لتعظيم الموارد الاقتصادية، لانفتاح الاستثمارات العالمية والأوروبية والفرنسية بصورة خاصة بجانب الألمانية، لابد من الذهاب إلى أوروبا. بجانب آخر مسألة الحرب على الإرهاب، يعني اليوم فرنسا عضو في الناتو، فرنسا عضو في التحالف الدولي، فرنسا شريك وعبر اتفاقات أمنية وعسكرية بين العراق، فرنسا تضمن بها التدريب، الدعم اللوجستي وغيرها من التفاصيل. فرنسا ممكن تزود العراق برادارات يحتاجها، بطيران قوة جوية مثل الرافال أو غير رافال بحاجة القوات المسلحة العراقية، أو الصنوف المختلفة البرية. أعود إلى مسألة الغاز دكتور. الاستثمار في الغاز المصاحب والنفط وجذب الشركات العملاقة، يعني برأيك سيؤدي لانفتاح اقتصادي، وهنا أتحدث عن شركة توتال، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح؟ مؤكد. شوف، شركة توتال هي من الشركات العملاق في أوروبا وفي العالم، وأيضا هي شركة أكثر من 45% من أصولها المالية أمريكية، فأنت يعني أنت كأنما تستمر في علاقات الوثيقة للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركات النفط الأمريكية، وفي نفس الوقت أنت توثق العلاقة مع أوروبا و فرنسا بصورة خاصة. أيضا هناك نقطة جدا مهمة، يعني خبرة توتال مجال الغاز طبعا عبر التعاون مع شركة إيني اللي هي متخصصة في إنتاج الغاز في العالم، يعني أكثر تخصصا، فهناك علاقات وثيقة بين إيني الإيطالية وتوتال إلف إكيتان الفرنسية. لذا هي خطوة جوهرية للذهاب إلى الاستثمار في موارد الطاقة في العراق، إضافة كما أشرنا مسألة أو أشار التقرير، موضوع المياه، موضوع يعني تحلية المياه، موضوع إنتاج الطاقة من الرياح وغيرها من التفاصيل المهمة. نعم، من عمان رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل، أنا أشكرك جزيل الشكر. في سياق الزيارات الخارجية، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نظيره الجزائري إبراهيم بوغالي تفعيل لجان الصداقة بين برلماني البلدين. بيان رسمي ذكر أنه على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجزائر، ناقش الحلبوسي وبوغالي تنسيق التعاون على المستويات كافة، فضلا عن السعي إلى توحيد الرؤى والمواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها القضية الفلسطينية. رفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية بمنع المستحقات المالية، داعية بغداد إلى عدم الخضوع للقرار والإيفاء بالوعود التي قطعتها لأربيل. حكومة الإقليم وفي بيان دعت الأطراف المشاركة في إدارة الدولة إلى إصدار قانون المحكمة الاتحادية خلال 6 أشهر، مؤكدة أن قرارها الأخير يتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب، والذي تحدثت فقراته بوضوح عن تجنب أي إجراءات تصعيدية، وفيما أشارت إلى أن المحكمة الحالية لم تؤسس في إطار الدستور، استبعدت أي فرصة لحل المشاكل بين بغداد وأربيل. ناقش الحق يقال قرار المحكمة الاتحادية بشأن مستحقات الإقليم، وقال المشاركون في البرنامج إن القرار صدر في وقت صعب ولا حل للأزمة إلا بتنازل الطرفين، كما بيّنوا أن السوداني حاول تأجيله للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع لكنه فشل، مشيرين إلى أن إصدار القرار جاء للضغط على البارتي. ينبغي على الأخوة الأكراد أن يستفيدوا من التجارب السابقة، وتعاملهم مع المركز يجب، وتعاملهم مع الخارج يجب أن يبدأ من التعامل مع المركز، وإذا لم يتعاملوا مع المركز وفق قواعد قانونية وقواعدية وضمن وحدة الوطن، فسوف يخرب كل عمران كردستان كما أثبتت التجربة. التنازل من الطرفين والاتفاق على نقطة وسطى. السيد السوداني يحاول أن يمسك العصا من المنتصف
خلال الفترة الماضية. نعم هنالك لربما حديث ظهر في يعني في الكواليس انه السيد السوداني اراد ان يؤجل قرار المحكمة لفترة زمنية، وقالوا ان قرارات المحكمة الاتحادية لا تؤجل بخصوص اقليم حكومة اقليم كردستان. اساس الموضوع هو موضوع النفط وموضوع الرواتب وموضوع حصة الاقليم من الموازنة العامة. هذا القرار اولا سيحرج السوداني، ثانيا هو أداة ضغط على الديمقراطي الكردستاني بالتحديد. بعد أيام من الأجواء الإيجابية في العلاقات بين بغداد وأربيل وجولات عديدة بين الطرفين لحل المشاكل العالقة، فجر قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بوقف إرسال الأموال إلى الإقليم أزمة جديدة بين أطراف إدارة الدولة، مع تأكيدات من البارتي بأن الاستمرار في الحكومة مرهون بمصالح الإقليم وحقوقه وتنفيذ مطالبه. ضربة للاستقرار السياسي، هكذا يرى أقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية اتفاق إرسال الأموال إلى أربيل. مدعومة بالبيانات الرافضة، أبدت حكومة الإقليم حزما تجاه قرار وجدت فيه تهديدا لحقوق الكرد وقولا غير الذي قيل لهم في اتفاق تشكيل الحكومة. فنقض المواثيق بات في منظور أربيل منهجا تسلكه بغداد حتى تثبت عكس ذلك، وذلك مما ينعكس على تفاهمات أخرى قائمة حول الموازنة وقانون النفط والغاز. كل ما تشهد العملية السياسية انفراجة بين أطراف العملية السياسية تخرج المحكمة الاتحادية بهذه القرارات الغير مدروسة وتعصف بالموقف. فنعتقد هذه القرارات هي موجهة ضد شعب الإقليم ومصالح الإقليم، وحاليا الكرة في ملعب أطراف إدارة الدولة، تحالف إدارة الدولة كيفوا بالتزاماتهم التي وقعوا عليه في خلال اتفاق تشكيل الحكومة. مصادر من أربيل كشفت أن اتصالات عاجلة جرت بين الكرد وقوى في الإطار التنسيقي لإنقاذ الموقف، فيما أكد نواب عن الحزب الديمقراطي أن الاستمرار في حكومة السوداني مرهون بمصالح الإقليم وحقوقه وتنفيذ مطالبه. ما الذي يجبر الحزب الديمقراطي على المشاركة بالحكومة لولا مصلحة شعبه، لولا مستحقات مواطنيه، لولا مستحقات موظفيه لما دخل الحزب الديمقراطي في تشكيلة الحكومة أيضا. فإذا كان هو داخل في تشكيلة الحكومة ويتجحف حقوقه ويغبن حق مواطنيه، فبالتالي الانسحاب. اتفاق تشكيل الحكومة الحالية قضى باستمرار إرسال 200 مليار دينار شهريا إلى أربيل إلى حين الاتفاق النهائي حول الموازنة ورواتب موظفي الإقليم وقانون النفط والغاز، لكن المحكمة الاتحادية نقضت دستورية ذلك لتزيد الموقف تعقيدا. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أحكاما بالإعدام ضد 14 شخصا مدانا بالاشتراك في مجزرة سبايكر. إعلام مجلس القضاء الأعلى ذكر في بيان أن المدانين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014، والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الأحكام تأتي استنادا إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. تقود الحكومة حراكا من أجل السيطرة على أسعار المواد الغذائية بحسب ما أكدته وزارة التجارة، موضحة أنها أعدت خططا لتحقيق ذلك. المتحدث باسم الوزارة محمد حنون قال إن الخطط المعدة تسهم في توفير بيض المائدة بشكل كبير في منافذ التجارة، فضلا عن خفض سعر الطحين وتوفيره، إضافة إلى بدء التحرك
تجاه القطاع الخاص لغرض التنسيق والتعاون والتعاقد على شراء كميات كبيرة من الدجاج وعرضها في الأسواق المحلية. وبيّن حنون أن هناك جهدا حكوميا كبيرا يقوده السوداني للسيطرة على أسعار المواد الغذائية وعملية إدخال وزارة التجارة على الخط التجاري من خلال قيام شركاتها بتوريد المواد الغذائية التي تتعلق بحاجات الناس. أعلنت وزارة الصحة إبرام 157 عقدا مع عدد من المصانع الحكومية والأهلية بكلفة 70 مليار دينار لتوفير أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة والمضادات الحيوية. وأشار بيان للوزارة إلى التعهد بالالتزام بمشروع توطين الصناعة الدوائية والعمل على دعم المنتج الوطني وتطويره، مشيرا إلى تشكيل لجنة متخصصة بتسجيل مستحضرات المصانع الوطنية والعمل على تعديل أسعار المنتجات الوطنية بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الأولية واعتماد ضوابط عملية لتسهيل عمل مصانع المستلزمات الطبية المحلية. بدأ خطاطا يعمل بيده وطور فنه باستخدام التكنولوجيا. الفنان والخطاط باسم مهدي من الناصرية يحدثنا عن عمله ومسيرته الفنية. باسم المهدي خطاط ومصمم ومصور فوتوغرافي. مارست هاي المهنة في بداية 92 أو 91 بالتحديد، يعني العمر هو 50 الآن. يعني من بدايات لحد الآن هو بدينا بتجارب، وهي كانت كمشروع بسيط، يعني شلون سد رمق العيش بوقت الحصار. يعني في البدايات كان العمل هو على يعني على القماش وعلى الخشب، يعني بواسطة الألوان الطلاء البوية والبنتلايت كنا نعمل إعلانات أو لوحات لمحلات. بعدها يعني فترة بدل يعني التطور يعني يدخل الحاسبة، يعني العمل بالكمبيوتر. فأنا بالنسبة لي واكبت العملية واستمريت إنه أتعلم للبرامج، برامج التصميم، برامج الخط، وبرامج تصميم كالكوريل والفوتوشوب، واستمريت بها وبديت أبدع بها. يعني كان أصبح عملي عليها من البدايات، يعني سنة 98 أنا بديت يعني كأول شخص كان بالمحافظة يستخدم الحاسبة بالعمل الإعلانات وبال يعني بممارسة الخط. بالنسبة لي يعني أعتمد عليها كمهنة، أعتمد عليها يعني هي مصدر رزقنا بالواقع. هو كمعامل وكناس، يعني أكو أصدقائنا اللي إحنا، أنا أكو ناس تجيني مشتغل لها بالـ92 بالـ93. استشهد 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية. وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن الوضع في المخيم حرج للغاية، فيما أكدت أن الهلال الأحمر أبلغها بوجود إصابات عدة يصعب إنقاذها نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على المسعفين، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف المرضى داخل مستشفى جنين بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المستشفى. كل هذه الأخبار وأكثر تتابعونها في نشرة الثامنة. بأمان الله.